هكذا بدأ يوم الغضب القبطي، مسيرة لآلاف الأقباط من منطقة شبرا بالقاهرة عصر الأحد للمطالبة بحماية الكنائس التي تعرض بعضها لاعتداءات متكررة منذ قيام ثورة 25 يناير. وهكذا انتهت المسيرة أمام مبنى التلفزيون المصري مساء نفس اليوم. مصادر عسكرية أكدت أن أحداث مسبيرو التي أودت بحياة 24 شخصا ومئات المصابين هي أحداث مدبرة ومخططة، ولها قادة مفكرون ومخططون ستتم ملاحقتهم. نفس المعنى أكد عليه رئيس الوزراء المصري عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لبحث محاصرة الأزمة. من الصعب أن نركن لفكرة أن ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية هو فتنة طائفية، ولكن المؤكد أنها مشهد من مشاهد هذه المؤامرة. فيما خيم الحزن الشديد على اجتماع للمجمع المقدس لم يسمح بتصويره، ترأسه قداسة البابا شنودة الثالث بابا الأقباط المصريين، الذي أقام قداسا على أرواح الضحايا الذين شيعت جثامينهم وسط غضب آلاف الأقباط الذين يشكون التباطؤ وربما التقاعس في تقديم مثير الفتنة الذين يتسببون في حرق وهدم الكنائس إلى العدالة وعدم الاحتكام إلى إعلاء دولة القانون واستمرار اتباع طريقة الجلسات العرفية غير المجدية لحل الأزمات. الناس مات لها ناس، كل واحد مات أخوه أو أخته أو عمه. فين الأسلحة اللي مع الناس دي؟ مظاهرة المسيحيين كلها مظاهرة سلمية، ما فيش فيها أي تهور ولا أي ضرب. من جانبه قرر المجلس العسكري الحاكم عقب اجتماع طارئ تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الأحداث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض. التيارات الإسلامية التي كان النظام مبارك يقبض عليها ويمنعها من الممارسة ويدفعها تحت السطح ظهرت كلها عقب ثورة 25 يناير، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الجهادية الإسلامية والسلفيين الذين تعزى لهم معظم الهجمات والعنف الموجه ضد الأقباط. بعيدا عن الأسباب والنتائج، تظل هذه المنطقة على كورنيش القاهرة شاهدة على أحداث اشتد فيها المصريون على بعضهم البعض. هشام مهران، MTV، القاهرة.